بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هشرح إن شاء الله إزاي تعمل داونلود وانستول وأكتف للبرنامج. تمام، هو أولا سريعا البرنامج ده مخصص للمهندسين ميكانيكا وميكاترونكس وإلكتريك. تمام، وفي الحقيقة معرفش هو حتى بيعمل إيه، هل هو بيعمل ديزاين أو تكنيكال أو شوب درونج أو تكنيكال يعني أوفيس خاص بيهم. بصراحة أنا كل ما في الموضوع أنا لقيت بس انا اولا مهندس مدني سيفيل انجينير سبيسيفيكيشن او تخصص يعني بتاع السيل ستراكشر منشات معدنيه. تمام، هو كل ما في الموضوع لقيت بس مهندسين مش عارفين يعملوا سيت اب للبرنامج. تمام، فبس مبدئيا علشان بس زي ما احنا قلنا اولا الفيديو ده مجرد داونلود وانستول اكتف للبرنامج، ثانيا انا ما اشتغلتش بالبرنامج فطبعا ما مش هنعمل توتوريال او اكزامبل في الفيديو ده على البرنامج او حتى تسألني على حاجة في البرنامج لان انا ما اشتغلتش اصلا. تمام. طيب انت كده خلاص عرفت ايه هو البرنامج وعرفت هو بيستخدم لايه. تمام، نبدأ باول حاجة اللي هي الانستول. تمام، انت طبعا يفضل ان انت تدخل عندي على البلاي ليست، لان هنا بلاي ليست زي ما انت شايف انا مقسم الفيديوز على حسب هو تبع برنامج ايه او تبع ستيل او تبع سيفل او ميكانيكال. تمام، فسي مثلا انت عاوز او برامج كوموم زي مثلا الانسس بيستخدمه مهندسين مدني ميكانيكا كهرباء. فسي مثلا انت عاوز زي ما احنا قلنا تعمل داونلود لبرنامج الانسس، وطبعا عشان انا بعمل ريكوردنج للفيديو فما ينفعش اعمل ابلود للسوفت وير قبل ما اسمها زي ما احنا قلنا قبل ما نحط الفيديو. تمام، بس هي عامة طريقة الداونلود واحدة عندي. تمام، انت سي مثلا عاوز برنامج الانسس فهتدخل هنا على الفيديو هتلاقي في كلمة شو مور، هتلاقي في اللينكس خاص بكل فيرجن اللي هو مثلا انسس 18 انسس 17 وكذا، وتلاقي فيه تحت بقى اللي هو البرامج السبورت لي اللي هي المساعدة او الهيلب زي مثلا انترنت داونلود مانجر، الباور ايزو، هقول لك الباور ايزو او اللي هو الديمونت. تمام، او القصد اللي زي الديمونت. تمام، او الوينير اللي هو فك الضغط ده اخر حاجة وبكراك. تمام، مش فري. تمام، فسي مثلا انت عاوز تحمل برنامج الانسز فيرجن 18.2. تمام، مثلا 64، فبقول لك والله ان هو مقسوم او يعني موجود على 7 سيفن لينكس، مقسوم على 7 رابط. تكون في الموضوع هتدوس على الرابط هيحولك لبيج تاني. ساعات اصلا الموقع اللي انا بستخدمه ده لأدي فلاي هتستنى هنا 5 ثواني. تمام، ساعات طب ثانية كده بص، بعد ما خلص بعد ما هتخلص 5 ثواني هتدوس سكيب اد. تمام، فزي ما انت شايف هي دايركت داونلود، يعني مش محتاج ان انت تدخل على بيج تاني او حاجة، انت بس جاست هتدوس كليك على سكيب اد. تمام، وهتلاقي البرنامج يشتغل معك. تمام، ساعات الادي فلاي بيعمل بج مع ويندوز مع جوجل كروم. تمام، فساعات بيطلع لك هنا فيروس يقول لك خلي بالك ان انت هنا في فيروس ومش عارف ايه، ويعني بيطلع لك ريد لاين ريد بيج يعني صفحه حمراء كده يقول لك خلي بالك ان انت ده فيروس ولو هيحصل حاجات في اضرارك ولا بتاع فكك منه، ما تقلقش خد اللينك ده وافتحه على اللي هو الاوبرا براوزر. تمام، سيف وهيقرا يقدر يعني الاوبرا ما بيحصل ما بيزعلش حد زي ما بقول يعني اعمل زي برنامج السيف كده. تمام، فاهم؟ انا زي ما قلت لك كده انت ساعات الادي فلاي بيعمل باج مع جوجل كروم وما بيرضاش يطلع اللينك. تمام، فانت تاخدهم بس كم تفتحهم على برنامج البراوزر اوبرا. تمام، زي ما قلت لك بعد ما هتعمل داونلود للسبعه. تمام، ثانيه كده بس قبل ما نطلع من اليوتيوب، لو في لا قدر الله مشكله او حاجه حصلت معاك، تمام، عندك تدخل هنا عندي على الباوت فتلاقي الايميل او هتلاقي الفيسبوك او اللينك او انستجرام زي ما انت عاوز. لو دخلت على الفيسبوك هيحولك هنا البيج اللي هي الديزاين اند انجينيرنج اوف اندستريال بلانتس. عاوز تبعت مسج مش مشكله، عاوز تكتب على الول مفيش اي مشكله. تمام، خلي بالك هم عددهم 6. تمام، و4 مع بعض هتلاقي 1 او بارت 1 بارت 2 بارت 3 بارت 4، دول لما بتفكوا 1 فولدر هنا. تمام، والابديت بتاعهم في 2 فولدر اللي بره. تمام، بص انت دلوقت خلاص نزلتهم. تمام، هم هيكون 6 روابط. تمام، فهتنزلهم ان شاء الله فيش اي مشكله. لو وقفت على اول واحد بعدها رايت كليك ونار اكستراكت هير، هو بيعمل ايه لينك بينه وبين الاربعه بيطلعهم لك هنا. لو وقفت على 2 قلت وينر اكستراكت هير، تمام، زي ما انت شايف هيقول لك ان هو اصلا موجودين، فخلاص قول له هم شكرا عشان ما تقعدش بس تضيع وقت. خلاص انت لو وقفت على واحد هو هيعمل لينك بينه وبين الاربعه. تمام، والاثنين دول هتطلعهم بره.
قبل بس ما نبدأ بقى في احنا كده خلاص عرفت ازاي تعمل داونلود. قبل ما نبدأ في السيت اب في بس بوينت مهمة. اول حاجة لو عندك اي انتي فايروس زي ما انت شايف كاسبر او اللي هو ايا كان نورتون كاسبر ايا كان تطلع منه نهائي ديسكونتينيو تمام. ثانيا لو طبعا النت شغال افصل النت نهائي زي ما انت شايف انا فصلت النت نهائي عن اللاب تمام. ثالثا بقى ان انت يكون عندك في الويندوز يكون ستابيلتي يعني مش شرط يكون اوريجينال اصلي لا ممكن يكون عادي بكراك مضروب ايا كان بس اهم حاجه اللي انا اقصده ما يكونش مثلا في مشكله ما يكونش في انت عملت لعبت في الويندوز او ما يكونش انت لو عندك اصدار قديم وحصلت فيه مشكله او ما عرفتش تعمل سيت اب ليه البرنامج ده للاسف لو عملت فيه حاجه غلط يبقى رخم جدا ان انت تعدلها فتضطر تغير ويندوز تمام. لو انت عندك اي فيرجن قديمه حاول تلغيها صح زي ما بقول كده تشيل البرنامج من جذوره تمام تعمل كلين ليه تمام. انا بصراحه ما اشتغلتش بالبرنامج فاهم يعني ما عنديش اي خلفيه ازاي تقدر تشيله كامل بالظبط تمام بس كده هتلاقي الهيلب بتاعته موجوده تمام. وزي ما قلت لك ما يكونش بس عملت سيت اب قبل كده غلط ليه او حاجه تمام. تمام ده اول حاجه. تاني حاجه ما ان انت البرنامج الوينر لازم يكون عندك اخر ابديت عشان ساعات الفك الضغط عندك بيحصل مشكله وتقعد تقول ده ايه ده البرنامج مش راضي يفك وفيه مشكله وفيه مش عارف ايه. هو ما فيهوش مشكله ولا اي حاجه بس هو كل ما فوضى انت بس بتستخدم برنامج قديم لفك الضغط تمام. تمام ثالثا ان احنا زي ما احنا قلنا في برنامج اسمه باور ايس وده اللي هو بيعمل اسطوانات وهميه اللي هو زي الديمون. لو عايز البرنامج ده قصدي نعمل سيت اب ليه هتلاقي اللينك بتاعه زي ما انا وريته لك تحت على اليوتيوب وادخل اتفرج عليه تمام. الملفين دول طبعا تو فولدر دول او الملفين دول هم زي ما قلت لك الابديت فسيبهم مش دلوقتي تمام. ندخل هنا على السيت اب بتاع البرنامج هتلاقي فيه الديكومنتس هبص هتلاقي دي او سي او دي او سي اس دي اختصار كلمه ديكومنتس بتاعته تمام. فسيبك منها مش هنحتاجها وهندخل هنا على السيت اب تمام. نقف عليها رايت كليك باور ايزو تمام. نمبر اوف درايفز هنقول 1 تمام. نرجع نقف تاني عليها رايت كليك باور ايزو تمام. ماونت ايمج تو درايف اف انت ممكن ما يكونش عندك اس وشايف هو اتكون هنا اهو اف. انا عشان عندي السي والدي والاي اللي هي الفلاشه تمام. انت ممكن يكون عندك اي جي كي على حسب طبعا ما اسم الفولدر المهم بس يكون عندك تكون الشكل و تكون عملت الاسطوانه تمام. احنا تدوس على الاسطوانه عادي تدخل جواها. احنا كنا واقفين هنا اهو زي ما انت شايف تمام. وبعدها نقف هنا ندخل ندوس عليها يدخلك جوه. تقف على السيت اب رايت كليك يمين وران از ادمنستريتور تمام. هتقول يس. هو بقى برنامج تقيل شويه فسيبه. هنقول نيكست بعدها نيكست ماشي. قول نيكست تمام. انا بس عشان وانا كنت بقى بشرح لكم اصل السيت اب للاسف الكهرباء قطعت فممكن يشتغل معايا ممكن ما يشتغلش. عامه لو ما اشتغلش معايا حاليا هقول لك ازاي برضه تعمل سيت اب ليه تمام. خلينا بس نقول نيكست ماشي. بعدها يس. طب معلش بس ثانيه كده. طيب تمام هو خلاص انا مسحته صح عادي مفيش مشكلة وخلاص كده رجع. هنعمل سيت اب من اول وجديد زي ما قلت لك علشان انا لما كنت بعمل سيت اب في الاول الكهرباء قطعت في نص السيت اب كمان عند 50 او اكتر من 50% بشوية فخلاص انا مسحت البرنامج عادي تمام ورجعت سطبته من اول وجديد. وهنقول كومبليت تمام. عاوز تقول كاستم ماشي مفيش مشكلة. عاوز تقول كومبليت مفيش مشكلة بس خليها كومبليت عشان انا هعمل سيت اب على الكل عشان تشوف البرنامج. انت عايز تختار كاستم حاجات معينه دي حاجه ترجع لك تمام. دول نيكست وتسيب الارقام دي ديفولت زي ما هي نيكست وتقول نيكست ماشي. ماشي ما نعملش حاجه بس سيت اب او ماشي ماشي ان كده دي مش النت تمام. وخلاص ما نقول نيكست ماشي نيكست. لا اونلاين دوكيومنتيشن دي سيبك منها بس هي دي اللي كان قصدي عليها تمام. وهتقول نيكست وكل ده اللي هيتعمل سيت اب ليه تمام. وهندوس انستول تمام وتسيبه بقى نص ساعة ويا رب الكهرباء بس ما تقطعش تاني زي المرة اللي فاتت تمام. سيبه بقى نص ساعة ويفضل زي ما انت شايف ما يكونش حاجة شغالة تحت تمام.
طيب تمام، هتظهر زي ما قلت لك، هو هيقعد فعلا نص ساعة، وقعد فعلا نص ساعة. تمام، لو ظهرت الويندو دي سيبها زي ما هي ودوس اوكي. تمام، هتدوس اد، هتظهر لك الويندو دي، هتدوس اوكي، بعدها هتدوس كلوز. تمام وكده خلاص. بس طبعا انت هتشيل الصح من على اي ونت، اللي هي ان انت خلاص تخلي البرنامج، لا يعني قول له بس خلاص شكرا، انت كده خلصت. طب واركن بس على جنب. تمام خلاص، احنا كده مش عاوزين الاسطوانه دي في حاجه. نرجع طبعا زي ما قلت لك، الاثنين دول هما الابديت، سيبك منهم حاليا. ونرجع ممكن ماشي نعمل الابديت ليهم الاول. تمام برضو بنفس البوينت. تمام، نحرق الاسطوانه الاول. تمام ماشي، مفيش مشكلة خلاص. تمام اه، هو كده كده اصلا كان موجود. ماشي تمام، وهتقول نكست. طب ثانية كده، انا بس عشان انا عملت بس ابديت لما كنت بعمل سيت اب في الاول. طيب عامة مفيش مشكلة خلاص، سيبك بس منهم حاليا. انا يمكن بس عشان عندي مشكلة في الجهاز، عشان كنت بقولك عملت سيت اب وبعدها فصل. طيب ندخل نعمل الكراك ده المهم. فهتلاقي زي ما قلتلك على اول فايل اللي هو الاساسي، هتلاقي فيه كلمة كراك، بعدها هتقف على، معلش ثانية كده. تمام، هتقف على الشكل ده، احنا زي ما قلت لك في الكراك، هتدخل على الفولدر ده، تقف عليه ران از ادمنستريتور، هتقول يس، هتقول نيكست انستول. وتسيبه بس لغاية لما يخلص. تمام تمام هتطلع لك المسج دي. تمام هتقول اوكي. تمام، بعد ما تدوس ابلاي خلاص هتقفل كده. تمام، وبعدها تروح تشغل خلاص، هتقول فينيش. تمام، وبعدها تروح تقف على الشكل ده ران از ادمنستريتور، هتقول يس. تمام، واحد سيرفر نيم ده اللي هو اسم الجهاز بتاعك، تعرف ازاي اسم الجهاز بتاعك. تقف على ماي كمبيوتر، على ماي كمبيوتر رايت كليك اللي هو بروبرتس، وهيظهر لك الاسم. تمام، وبعدها سيرفر اي دي، فاكر انت لما فتحنا الويندو القديمة هتاخد الاي دي اللي كان زي ما قلت لك اللي كان موجود في السيرفر اللي هو اي دي. تمام، وبعدها تدوس جنريت، اختار هنا الديسكتوب. تمام، وهتدوس سيف. خلاص ماشي، مفيش اي مشكلة، شكرا، الفولدر ده طلع. تمام طيب تمام، بعد ما كده خلصنا هناخد الفايلز دي كده كوبي. تمام، وندخل على السي بروجرام فايلز، وبعدها نحطهم هنا. ماشي، ونقول كونتينيو، وبعدها نقف هنا على رايت كليك روبرتس اوبن فايل لوكيشن، وهنقول بيست. مفيش اي مشكلة كده ان شاء الله البرنامج. هو للأسف ممكن ما اشتغلش بقى، عشان انا زي ما قلت لك عملت سيت اب وبعدها فصل. عامة انت هتلاقي هنا في، لما تدخل هنا على الكراك، ما قلت لك مش هيرضى يشتغل معايا عشان للأسف فصل. هتلاقي هنا في الكراك في ريدمي بيشرح كل الحاجات اللي احنا قلناها. الانستول ده خلاص ماشي، احنا خلصناه. وبعدين بيقول لك ان انت لو عندك اي برودكت تاني خلاص الغيه. تمام، ران دي اس ال اللي هي الادمنستريتور اللي هي اللي احنا عملناها. تمام، اللي هي دي اهي، بعد ما خلصنا السيت اب هتعمل ران اللي هو ده. تمام تمام، وبعدها زي ما قلت لك السيت اب ان انت خلاص، هو بيقول لك لو في حاله انه ما اشتغلش معاك ازاي تشغله. خلاص لا، هو اشتغل معانا من اول مره. تمام، والسيرفر ديستنيشن تاب دبل كليك تو سيرز اللي هو زي ما قلت لك سيبه زي ما هو الديفولت. تمام، وبعدها تاخد اللي هو الكوبي الكمبيوتر اي دي. تمام، اللي هو زي ما قلت لك اللي هو اللي كان اللي طالع لنا. تمام ماشي، هو عامة اشتغل مثلا. طيب خلينا عامة بس اكمل. لا
لا هو للأسف برضو ما اشتغلش، عشان أنا زي ما قلت لك في نص السيت اب للأسف الكهرباء قطعت. طيب لو قلنا أوكي ماشي. طيب عامة انت كده كده انا بشرح لك كل الخطوات بسرعة تمام وخلاص. انت كده بعد ما خدت الاي دي زي ما بقول لك كابي تقفل، بعدها تفتح دي اس ال اللي هو احنا قلنا ده تمام. عايز بس نشوف ايه البي دي اف ده كده سريعا. ده ده ازاي بوريك تعمل سيت اب، بس ده طبعا لو انت بتستخدم زي ما احنا قلنا نسخة ترايل. ده بيقول لك يعني ان انت ازاي تستخدم اللي هو ان انت يعني لو بتشتري النسخة ازاي تعمل سيت اب ليها تمام. طبعا احنا مش هنستخدم الحاجات دي تمام. خلاص ران اللي هو البرنامج ده تمام، وبيقول لك تدخل اللي هو يور كمبيوتر نيمز في السيرفر. خلي بالك ان هو لازم يكون انجليش بس، ما يكونش فيه حروف ولا اي حاجة تمام. انت لو كاتب اسم مثلا نمبر بتاعك 16 17 خليها اي اسم تمام. بعدها السيرفر خلاص ماشي، ده احنا قلنا السيرفر اي دي اللي هو اللي كان احنا عملنا له كوبي خلاص تحط هنا تاني تمام. وهتلاقي فيه اللي هي الجنريت لاينز زي ما احنا عملناها برضو تمام كده مفيش اي مشكلة. بعدها تمام بقول لك النمبر اوف لاينز تمام. عاوز تغيرها خلاص، عاوز تسيبها 1000 زي ما هي مكتوب حتى جنبها اوبشنال يعني اختيارية مفيش اي مشكلة تمام. بعدها خلاص تدوس جنريت، وبعدها تدوس سيف للفايل. شفت احنا اللي اخترناها للديسك توب تمام و اول دان خلاص. ده زي ما ده اللي طلع لنا تمام. لو اللي احنا خدناه على الديسك توب بعدين حطيناه جوه تمام. بعدها ران دي اس ان ادمنستريشن تولز تاب سيرفر ديسكنيشن تو اكزيستنج سيرفيس اند كلاينت انرول تمام. ده اللي هو تمام زي ما انت شايف. هنفتح اللي هو اللي احنا اللي هو ده كده تاني تمام. بعدها لا سوري مش من هنا سوري، تدخل على الستارت. بعدها اللي هو ده دي اس اس سيرفر ادمنستريتور تمام، دي اللي هي البوينت اللي هي دي تمام. وبعدها تقول هتقف عليه، وبعدها تقول انرول تمام. ده كده خلاص احنا خلصنا اول واحدة تمام. بعدها نختار مكان اللي احنا حطينا فيه اللي هو كان على الديسكتوب ماشي. لو اللود بعدين نيو فولدر تمام كراك، بس هو ده. هتقول اوبن وهتقول اوكي. هو المفروض هنا بتشوف زي ارن وورنينج. طبعا احنا طلع لنا وورنينج علشان زي ما قلت لك البرنامج فصل تمام. طيب خلاص عامة انت كده كده فهمت خطوات خلاص. بعدها كلوز، بعدها كابي اللي هو بروجرام اللي هو بعدها خلاص كده ده اللي احنا عملناهم تمام. طب المفروض ان شاء الله عندك مش هيطلع ايرور ان شاء الله يعني تمام. وبعدها بيقول لك كابي فولدر في سي داتا فروم كراك تو سي اند اوفر رايت اوريجينال وان البروجرام داتا اللي هو ده زي ما قلت لك اللاينسز. يعني هتاخد ده كده كده كابي تمام. تدخل على السي بروجرام داتا اللي هو هتقول هنا بيست بس خلاص تمام. بس خلاص كريت انفيرمنت خلاص دي اسيت خلاص كده خلاص مفيش اي مشكله تمام. وان شاء الله كده البرنامج هيشتغل معاك. معلش الكهرباء قطعت طبعا صعب للاسف، هرجع اعيده من الاول وجديد تمام. عامه انا شرحت لك الطريقه وشرحت لك كل حاجه، وزي ما انت شايف كل حاجه مكتوبه، وان شاء الله هيشتغل معاك من غير اي مشكله تمام. والسلام، ما تنساش لايك وشير سبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.